يلاه بداش كتجاد وبداو الدراري الزماكري الجداد كيولفوا كيولفوا الفرقه والدراري الجداد يلاه بينا كنكريو في الجروب حيت الفرقه تقريبا تبدلات 90%. مدرب حتى هو شاب كان داك كان داك العام لعاب معنا وهذا العام مدرب ان شاء الله نثقوا فيه. راه ماشي حنا اللي خسرنا ماتشات في الاول، راه بزاف الفرق في المغرب خسروا ثلاثه الماتشات الاولين عادي، هادشي غادي باسي وان شاء الله ان شاء الله مازال قدام نقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله في الدراري وفي المدرب يكون خير. لا لا الرجاء ماشي جديد على البريمير ديفيزيون، الرجاء من شحال هذه اقدم فرقه كتلعب في ليكسيلونس، ماشي هادشي هو المشكل. المشكل حنا مازال كنكريو في الجروب حيت كتعرف حتى في الرجاء فوتات العام في الاول ما كانوش مزيانين حيت تبدلات فرقه كامله، حتى حنا داكشي اللي عندنا المشكل. الدراري هما كيولفوا بعضياتهم وكنكريو في الجروب وان شاء الله من القدام يكون الخير ان شاء الله. الجمهور حنا واحد منا وشاف كلشي وعارف اللي كاين وعارف شنو كاين الوسط، كنقول لهم سمحوا لنا اليوم جاوا على سيبورتا وانا بغينا نعطيهم الفوز ولكن ما كتبش الله ديما، هذا هو يعني الرياضه فيها الخساره وفيها الرباح وان شاء الله نفرحوهم من القدام مرة عارفين اللي كاين كلشي. I feel good. It feels good to be back out here. It feels good to be in front of the fans. I've been on the road for a long time, but it feels good to be back in this environment. It feels real good, and we'll be back next time. قال لكم أول مرة كيعيش الأجواء هذه وعجبوا الحال، أول مرة كيشوف لي سيبورتير، أول مرة كيرجعوا للتيران، وقال لك زعما تناهم إن شاء الله في الماتشات الجاية إن شاء الله يكونوا عند حسن ظن الجمهور إن شاء الله. كيف حسيتي اليوم الأجواء في الجمهور؟ How do you feel in this support? I feel good. It makes me feel comfortable being so far away from home. It feels good to know that they're behind me and I have their back just like they have mine. Yeah, we're just gonna keep building, keep coming back, and we're gonna love the fans. قال لك قال لك يحس براسو بحال في الدار ديالهم مع الجمهور، يحس بحال راه لاعب في التيران ديالنا ومع الجمهور كيسيبورتي، وقال لك باللي زعما يخليهم ديما يبقاو يجيو عندنا ويشجعونا باش نقدروا نزيدوا القبضه ان شاء الله. ما كانش سهل، كان ماتش شويه سهل، خسرنا فرقه اللي ما كبرش بزاف، ديالنا كان قوي لو شفت الملاكي، درنا اللي في جهدنا، تقاتلنا، عطينا الروح ديالنا في التيران. ولكن مالوغوزمون ما يسرش الله اننا نربحوا هذا الماتش، ولكن ان شاء الله المقابلات جايين وباقي الريتور ديال هذا الماتش ان شاء الله والقادم احسن ان شاء الله ما يكون الخير. شكرا للجمهور حيت حضر معنا لهذا الماتش، شكرا ليه وغنشكروا عاوتاني حيت ان شاء الله باقي الماتشات جايين غادي يحضروا لهم معنا، وحنا كنوعدوهم باللي القادم احسن وباللي غادي نتقاتلوا ونحطوا روحنا كاملين باش اننا نربحوا ان شاء الله. شكرا.